خلينا صراحة وناقش بمنتهى يلا الصراحة، بينا. أين ترى مصر الآن في مجال الإبداع داخل الوطن العربي؟ هي مصر ما زالت برضو هي الطب، هي الصناعة، هي الإبداع، هي السجادة اللي عليها أعظم وأكبر نجوم في الوطن العربي. هي الترحاب لكل نجم من على مستوى الوطن العربي، بنقول له أهلا بيك تعالى، وبنقف معاه وبنشتغل زي ناس كتير قوي. صحيح. من وإحنا أطفال لحد دلوقتي. صحيح. هنعد القدام، لا تعالى نتكلم على الجداد. ناس كتير جدا. صحيح. جدا جم هنا. صحيح. ونجوميتهم بدأت من هنا، أيا كانوا مطربين أو ممثلين. صحيح. أو عازفين أو whatever، أي شيء يعني. خلاص كده. فمصر لو مش في المكانة دي محدش هيجي لها. أكيد هيروحوا يبتدوا من ناحية تانية. لكن كله بيجي يبتدي من مصر هنا. كان نبيل شعيل أو نانسي عجرم أو قصي خولي أو جمال سليمان، تعمل له حدائق الشيطان هنا، كسر الدنيا. بس الخياط، يعني ناس كتير جدا جات هنا وبقى لها اسم كبير جدا جدا جدا، وهم بصراحة ناس على مستوى عالي جدا. صحيح. ولكن لازم يجي هنا. فأنا منظوري للموقع مصر في المنطقة الفنية دي، لأ، احنا طب، احنا الصناعة، احنا العطاء، احنا الترحاب. احنا في مدينة كاملة عندنا في الهرم، مدينة كاملة كلها معدات تصوير وإضاءة في الهرم، مدينة كاملة. انت متخيل احنا عندنا اكبر أجهزة، يعني احنا هلو للعرب فعلا يعني. صحيح. عارف ازاي؟